دلوقتي هراجع معاكم على الظواهر اللغوية اللي بتخلينا ازاي نقرأ صح. ازاي ايه؟ نقرأ ايه؟ صح. خدوا بالكم معايا، أنا الأول قلت إيه؟ كل حرف متحرك لوحده بيديني صوت. يعني إيه متحرك؟ أنا قلت أنا عندي حركة بفتحة وحركة بكسرة وحركة بضم. السكون ماهوش حركة بس هحتاجه في النطق. كل حرف متحرك لوحده بيديني صوت، إزاي؟ يعني مثلا لما أجيب حرف الألف مش ورا منه حرف متحرك باخد كل واحد لوحده. أي حرف متحرك مش ورا منه حرف ساكن باخده صوت لوحده. أي حرف مش ورا منه أي حرف من حروف المد التلاتة باخده صوت لوحده. يعني الألف عليها فتحة حركة قصيرة أنطقه أفتحه بالراحة آ. طب لقيت الكاف عليها فتحة ك. لقيت اللام عليها فتحة لا. آخد كل واحد لوحده صوت في القراءة. كل واحد لوحده مقطع. يعني أقول آ ك لا. أقرأ كل واحد صوت. أقرأ التلاتة آ ك لا. طب خد بالك معايا، لما اجيب حرف الشين عليه فتحه، الشين ورا منه حرف ساكن؟ لا. ورا منه حرف من حروف المد الثلاثه؟ لا. يبقى اخده صوت لوحده. الره ورا منها حرف ساكن؟ لا. ورا منها حرف من حروف المد؟ لا. يبقى اخد كل واحد مقطع صوتي لوحده. اقرا كل واحد بصوته. الشين على فتحة أو الشاء، الراء تحتها كسرة الري، الباء عليها فتحة باء، شاء ري باء، كل واحد صوت، صوت الفتحة هنا شاء، الكسرة ري، الباء باء، شاء ري باء، شاري باء، شاري باء. هاخد بقى كلمة على اللي أنا قلته ده وأشوف مين اللي هيقرأ الكلمة دي. اللي يعرف ايده كده. ها قول. حصد اهي. حصد. هاخد كلمة كمان. ها قومي. وقفي وانت بتقولي ايه؟ سقفوا لها سقفة كبيرة. Yeah.
منه. يعني لو خدت الالف اللي قبل منه هو اللي هيكون عليه فتحه. هجيب مثلا العين واحط فيها الالف المد على طول، العين هي اللي هيبقى عليها الفتحه. يبقى اي حرف بيجي ورا منه الف مد الاولاني عليه فتحه. طب خد بالكم معايا، هيبقى مد ايه؟ مد طويل. مد ايه؟ طويل. يعني اقول ايه؟
مرتين، الاولاني منه ساكن والثاني ايه؟ حرف. الاولاني ماله؟ متحرك. الاولاني ساكن والثاني ايه؟ متحرك. خلاص؟ خدوا بالكم معايا. هجيب كلمة علشان تطبيق على الكلام اللي أنا قلته في هلام شمسية. حد جهز لي كلمة في هلام شمسية ويدخل عليها حرف من الحروف دي. يلا بسرعة. وإيدك كده. كلمة في هلام شمسية بسرعة. كلمة في هلام شمسية من الحروف دي. يلا هيك. ما احنا لسه قايلين التوم. اللحوم. برافو سقفولها. تعالوا بقى ناخد الكلمة بتاعت البنت دي. خدوا بالكم معايا. هناخد الكلمة بتاعت البنت دي وخدوا بالكم. البنت قالت ال لو حوم. اللحوم. تعالي بسرعة هاتي القلم. خدوا بالكم معايا. مين اللام الشمسية في الكلمة؟ خدوا بالكم معايا، ما أنا قلت اللام من حروف اللام الشمسية. هل اللام دي ولا اللام دي؟ لا، اللام الأولانية هي اللي لام شمسية. هغيرها لكم اهي. اللام الأولانية. اللي أنا ما نطقتهاش، مش اللام دي حرف مشدد؟ آه. تعالوا نفكر، الأولاني أهو. الأولاني ساكن والتاني إيه؟ متحرك بالضم. طب خدوا بالكم معايا، مين اللي أنا نطقته بقى؟ أنا نطقت الألف. الألف. نطقت الألف ده إيه؟ واللام الايه؟ واللام الساكنة. قلت ال، قلت ايه؟ لكن اللام دي ما نطقتهاش، انا فكيت المشدد. اللي فكيت المشدد اثنين. فكيت المشدد كم مرة؟ اثنين. دي مش مشددة، يبقى هي دي الحرف الايه؟ حرف الايه؟ لا، اللام الشمسية. اللام ايه؟ شمسية. اللام الشمسية دي اتكتبت لكن ما نطقتهاش. اللام دي اللي اتكتبت ومش نطقتها. انا نطقت الساكن من اللام الثانيه اللي انا فكيتها. تاني علشان اقرب لكم المسافه تاني. اقرب لكم الكلمه تاني. هنكبرها قوي 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 عشان نفردها قوي قوي الكل يشوف. اهي. ال كبيره اهي. خد بالك قالوا. هنخلي دي هي اللي حمرا. اهي. خد بالك معايا. معلش اللخبطه بقى. خد بالك معايا. اللام دي هي اللي لام ايه؟ شمسية. اللام دي هي اللي لام شمسية، انما دي انا بفكها اهو، هفك دي اهي. هفك اللام المشددة اهي. أنا قلت أي حرف مشدد بفكه اثنين، الأولاني ساكن والثاني حسب حركة الشد، شدة بالإيه؟ بالضم. طيب مين أنا قرأت بقى ده أهو، خد بالك، قرأت ده أهو المفكوك. إنما ده اللي ما قرأتوش. اللام الأولانية اللي مش قرأتها. عشان هي شمسية. أنا قرأت اللي أنا فكيته، المشدد اللي أنا فكيته، قلت آي ورجعت قلت لو. ذو حمد واو أهو. ذو اللحوم. يبقى فين هنا اللام الشمسية؟ الأولانية ولا الثانية؟ الأولانية. الأولانية. عايزة كلمة ثانية زي كلمة إيه بقى؟ فيها لام شمسية. إيه؟ الشمس. كلمة الشمس، عايزة كلمة فيها لام، لام شمسية. لا، كلمة فيها لام، لام من حروف اللام الشمسية غير ما تكون فيها لام أصلاً. زي إيه؟ اللبن. مين اللي قال اللبن؟ سقفوا لها سقفة كبيرة. أهي اللبن، قالت إيه؟ اللبن. اللبن. اهي اللام دي لام شمسية واللام التانية ده اهي دي اللام الشمسية. الأولانية هي اللي شمسية. إنما اللام التانية دي اللام التانية دي الحرف المشدد ده، ده حرف مشدد عادي. لكن الشمسية هي الأولانية عشان مش نطقتها. خلاص؟ بكرة إن شاء الله هنكمل بقية الحصة وناخد اللام القمرية وناخد الشدة وبعد الظواهر اللغوية الإيه؟ التانية. وعايزة سقفة كبيرة لكم كلكم عشان